ماذا يفعل من عطس؟ ماذا يفعل عند العطاس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فعلى المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي الكريم، فإذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ولم يشمت الآخر. فقيل له، يعني قيل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمت هذا؟ فقيل له فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. متفق عليه.